منتخب ولا حاجة، ينتصر على توجو 1-0 برأسية محمود حمدي الونش عشان يرتقي لصدارة المجموعة بدون أي هوية. مباراة ما شفناش فيها ولا جملة تكتيكية ولا جملة من اللعيبة، وكل لعب في توهان وتغييرات خاطئة وحاجات كتير قوي تبين إن منتخب مصر مستقبليا لا يبشر بالخير. فقبل ما نخش في الحلقة، ترى من الحلقة دي ويستفلك، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. تعال خش نرغي شوية في عك وجهبذة حسام البدري. حطني رقم واحد في الهجاصين. منتخب مصر، او زي ما كنت كاتب في الثمنيل، منتخب بدون هويه، بيبدا المباراه بال 4-3-3 ال 4-2-3-1، انا اسف، مع شويه تغييرات، مش تغييرات، تغيرت في العناصر، لان انت التشكيله الاساسيه معروفه للمنتخب اللي كان بيلعب كاس الامم اللي فات اتغيرت النهارده، ولعب في حراسه المرمى بشناوي قدامه الونش اللي مقدم اداء عالي جدا مع زمالك مع منتخب مصر، وجنبه احمد حجازي على الشمال. كان دي بالنسبه لي مفاجاه، وهي احمد ابو فتوح بدل ايمن اشرف، وناحيه اليمين بيلعب محمد هاني، اثنين في نص الملعب برده. كان في مفاجاه هنا، اللي يبدا بالنني على حساب طارق حامد وجنبه السوليه، وقدام بيلعب عبد الله السعيد وتريزيجيه وزيزو بديل لصلاح قدام مصطفى محمد. طيب ماشي، انت بدات التشكيل ده، تمام. منتخب مصر كان باين وواضح ان حسام البدري مدي تعليمات انه يلعب على الكرات الطويله. طب هل الكرات الطويله دي هتدي مصر حاجه؟ هتخلي مصر تعمل هجمات؟ هتخليك تعمل فرص؟ لا. ليه؟ لان انت بتلعب قدام فريق متكتل دفاعيا، فانت الكره الطويله مش هتفيدك باي حاجه، لان فريق متكتل دفاعيا خطوطه بتبقى قريبه من بعض، بيبقى قريب جدا من بعض، بيبقى ككتله واحده. فانت لما تلعب كره طويله للاعب وسط اثنين او ثلاثه من لعيبه توجو، هيعمل بيها ايه؟ كان لازم حسام بدري يدي تعليمات اللعيبه تلعب على الارض شويه، في الظل اللي انت بدات بمحمد النني ان انت تبدا الهجمات من تحت لفوق على الارض، ما بداتش بطارق حامد اللي هو يدي الكره طويله سواء الوينج اليمين او الوينج الشمال. لما نزل مثلا في مباراه الشوط الثاني ادى كوره لرمضان صبحي، كنت عايز طارق في الماتش ده لو تلعب تعتمد على الكره الطويله، لكن انت بدات بالسوليه وبدات محمد النني، اثنين يعرفوا يطلعوا لك بالكوره من تحت لفوق كويس جدا على الارض، ولكن انت اخترت تلعب الكرات الطويله اللي ما خلتش مصر تبقى شكل مميز، او ما ادتش لمصر شكل في الشوط الاول ولا حتى طول المباراه. لان طول الشوط الاول كنا بنشوف حركات فرديه او بنشوف لعب فردي، اجتهادات شخصيه سواء من زيزو، مصطفى محمد، تريزيجيه، عبد الله السعيد، سوليا، النني، اي حد بيبقى اجتهادات شخصيه. لكن ما شفناش جمله تكتيكيه، ما شفناش جابها ناحيه اليمين بين هاني وزيزو مثلا، ما شفناش جابها ناحيه الشمال بين فتحي وتريزيجيه، ما شفناش الجمل دي. حتى الهجمه الوحيده اللي جت على منتخب مصر الشوط الاول كانت من زيزو ومصطفى محمد، الثنائيه اللي متعودين عليها في الزمالك دي، مش حسام البدري. لان حسام البدري لما الكره تلعب قال لهم تمام، تاني انت دي مش تعليماتك، دي مش فكرك، انت فكرك غريب، فكرك عقيم بكل معاني الكلمه. انت ما بتديش لعيبه حريه في ارض الملعب، اللعيبه انت ولا بتلعب ضغط، يعني كلمه منتخب بدون هويه. يعني ايه منتخب بدون هويه؟ احنا عارفين ان اي فريق او اي منتخب او اي مدرب ليه هويته، ليه ما الهويه الدفاعيه، ليه ما الهويه الهجوميه، او هويه مثلا الكرات على الارض، الاستحواذ، الكرات الطويله، الهجمات المرتده، الدفاع الكومباكت، الضغط العالي، دي كل دي هويات. لكن انت مع منتخب مصر محسن بدري بدون هويه، انت مش عارف بتدافع، طب بتهاجم، طب ماسك كوره بتلعب استحواذ، طب بتلعب كرات طويله، ولا انت معتمد على ايه بالظبط؟ انت معتمد على ايه؟ منتخب مصر خارج الشوط الاول استحواذ 76%، استحواذ 76% سلبي. عمال تنقل الكوره من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، وحتى اللاعب اللي بينزل يستلم الكوره اللي هو صانع العاب عبد الله السعيد، كان كل الكرات تلعب بالعرض سواء يمين او شمال، وما بيلعبش دايركت بتاع الجون، او بيلعبش جوه الجون او ارض الملعب، ما بيلعبش من العمق، لا برضه بياخد الكوره ابتدى يرمي على الاطراف، فانت مش مميز. وحتى عبد الله كان بينزل ياخد الكوره بظهره، وعقبال ما يلف ويلعب كوره كنت دفاع كتب ورجعت. لكن انت ما اديتش اي لعيب اي حريه غير الاجتهادات الشخصيه من لاعب فردي. زيزو شفناه الشوط الاول بيقدم شوط عالمي، بيعمل كل حاجه في الكوره، هو اللي كان بيديه خطوره. واللاعب اللي عمل مباراه كمجمل عالميه، وهو من وجهه نظر رجل المباراه، هو محمد النني. قطع كرات كان كويس، تسليم وتسلم كان كويس، استخلاص كوره من الخصم بدون فاولات كانت كويسه،
كل ده النني قدر يعمله النهارده مميز جدا. اللعيبه اللي كانت سيئه وما كانتش باينه قوي، عمرو السولية كان مختفي بشكل غريب، محمد هاني على الكنترول والباص والعرضيات كان سيء، ولكن على التحركات وعلى التمركز الصحيح كان كويس وعارف يقفل على باكوجو في الشوط الاول او كمجمل المباراه. الناحيه الثانيه احمد ابو فتوح برده عمل مباراه نوعا ما جيده، سواء يعني دفاعيا كان جيده لكن هجوميا ما بانش كتير. تريزيجيه بقى مقدم مباراه غريبه بالنسبه لي، مباراه غريبه. اي نعم تريزيجيه ليه ضربتين جزاء ما احتسبوش، وضربه جزاء لديزو ما احتسبتش، وضربه جزاء لرمضان صبحي ما احتسبوش، يعني لنا بالمجمل مباراه اربع ولا خمس ضربات جزاء ما احتسبوش. حكم ليه ما حسبش مش عارف، هل المباراه ما فيهاش فار برده؟ دي ما عنديش ليها معلومه، مش عارف. يعني لو في فار كانت الضربات كل الجزاء دي كلها اتحسبت. من وجهه نظري ما كانش فيه فار النهارده. منتخب مصر خرج الشوط الاول متعادل 0-0 قدام توجو المتكتل دفاعيا اللي واقف في نص ملعبه اللي انت ماسك الكوره عليه، اللي انت ما وصلتش لجونه غير مره واحده بس. الشوط الاول مصطفى محمد، والشوط الثاني تخرج بنفس التشكيل نفس التكتيك نفس الفكر نفس الهويه. لا في حاجه صغيره بس اللي لازم اعلق عليها قبل ما نروح للشوط الثاني، ان انت فعلت مود لاسارتي مع الاهلي وقررت ان انت تغير الجبهتين، تجيب تريزيجيه يمين وتودي زيزو شمال. تقريبا حسام بدري كان قاعد بره عديك كده، لا زيزو ايه في الجبهه دي شغال و100 100 والناحيه الثانيه الجبهه عطلانه، لا ستوب ستوب عطل الجبهتين وادري زيزو هناك وتريزيجيه هنا، ما تخليش اي هجمات للمنتخب. ايه انت عايزين مننا حسام بدري؟ لا بجد عايزين مننا انت ايه؟ بتفكر في ايه جوه؟ وشك الكشري اللي انت واقف طول الماتش عامل كده؟ ايه؟ بتعمل ايه؟ بتفكر في ايه؟ مفيش اي حاجه بتفكر فيها، هنا نص كنافه ونص قشطه. مفيش اي فكر ولا تكتيك ولا فكر تغييرات ولا تحضير لمباراه ولا تحميس للعيبه ولا اي حاجه. حسام البدري بيقدم لحد دلوقتي مع مصر صفر كبير، صفر كبير قوي. بتتعادل مع كينيا في ارضك في اداء مزري، بتتعادل مع جزر القمر بره باداء مزري، بتكسب توجو هنا بالعافيه باداء برضه مزري. لحد امتى منتخب مصر يلعب بالاداء المزري ده؟ يا عم اتفرج على المغرب، اتفرج على الجزائر، اتفرج على تونس، الاداء اللي بيقدموه، شوف الاداء اللي بيقدموه. ازاي منتخب مصر اكبر فريق او اكبر منتخب في القاره بادائه؟ قول لي اقنعني ازاي؟ وحتى الجول اللي انت جبت جون جه كده، كره بتلعب بالعرض بيلحقها النني كده تطلع الوينش تك جول، ده اللي كسبك المباراه. لولا الجول ده ما كنتش وصلت للمرمى من الاساس وما كنتش كسبت. لان منتخب مصر كمجمل مباراه راح بفرصتين اثنين بس على المرمى، فرصتين محققين، الفرصه الاولى مصطفى محمد وجاس العارضه، وفرصه ثانيه فرصه الجول اللي وانش خلصها في الجول بس. منتخب مصر ما وصلش لاي حاجه. منتخب مصر اللي بنشوفه دلوقتي معاه هو مكاسب فرديه، بنكسب لاعب زي زيزو، بنكسب واحد زي الوينش، بنكسب واحد زي النني بعد الرجوع لمستواه، بنكسب واحد زي ابو فتوح، بنكسب لعيبه بس. لكن كمجمل اداء احنا ما نبشرش بخير. هل منتخب مصر ده قادر على صعود كاس الامم؟ قادر، اقول لك بكل صراحه قادر. عندك ثلاث ماتشات جايين، توجو وكينيا وجزر القمر، تطلع من الثلاث ماتشات دول بالميت سبع نقط ثمان نقط خلاص صعدت. تكسب ماتش من الماتشين الجايين دول وتعادل ماتشين مثلا خلاص صعدت. دلوقتي خمسه بونت، ماتش جاي كسبت تبقى 8 بونت، الماتش اللي بعده مثلا كسبت هتبقى 11 بونت، بعد كده لو كسبت الماتش اللي بعده هتبقى 15 بونت او 14 بونت. هل منتخب مصر قادر على كاس وصول كاس الامم؟ قادر، بس هتوصل كاس الامم بالاداء اللي انت شفته ده اي فريق هيلعبك هياكلك. تصفيات كاس العالم اللي معاك فيها الجابون وليبيا وانجولا، الثلاثي الثلاث منتخبات دول هيعملوا عليك اداء محترم واداء كويس وهيكسفوك سواء في ملعبك او بره ملعبك طول ما انت معاك حسام البدري. بطالب اتحاد الكوره انقذوا منتخب مصر، مشي حسام البدري، جيبوا مدرب اجنبي كبير يقدر يدير المنظومه، يقدر يخلي شكل منتخب مصر، يخلينا احنا كمصريين نبقى مبشرين ويخلينا نشجع فريق بنفس زي الفرق العربيه الثانيه ما بنشجعها بنفس، سواء انت مصري وبتشجع المغرب ولا بتشجع الجزائر. انا كواحد مصري بتفرج على الجزائر وبشجع او بفرج على المغرب وبشجع الفرق العربيه ككل، ببقى قاعد مبسوط ان انا بشوف فريق عربي بيقدم المستوى ده. لكن كمنتخبي كفريقي بيقدم فريق بيقدم الاداء المزري ده تحت قياده مدرب فاشل فاشل بمعنى الكلمه، حسام البدري فاشل 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 فاشل، لازم يتغير حسام البدري. بطالب اتحاد الكوره بتغيير حسام البدري، وده كان رايي في مباراه توجو ومصر كمجمل في المباراه، ولسه قدامنا عوده كمان هنتكلم عن منتخب مصر ثاني، بس
الحلقه دي لو عجبتك انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكمل معك مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.